بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله نكمل محاضرتنا حول موضوع الفورير سيريز، اللي هو النوع الأول تريجونومتري فورير سيريز. أخذنا بعض الأمثلة بالمحاضرات السابقة، اليوم إن شاء الله راح نكمل بعض الأمثلة ولكن بصورة سريعة، لأن الأمثلة تقريبا يعني مشابهة جدا للأمثلة اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة. ولكن الفرق شنو؟ الفرق احنا راح نضيف له هنا، يجيك بالسؤال مثل السؤال اللي موجود مقابلك الان. شو يقول؟ يقول find and sketch. ركز هنا، find هنا ما قال لك find that trigonometric for a series، يعني مثل المحاضرات السابقة او مثل الامثلة السابقة اللي اخذناها، لا، يقول لك find and sketch that trigonometric for a series corresponding to the square wave for the signal shown in figure below. بهذا الفيجر ايش يقول؟ يقول sketch the trigonometric Fourier series. sketch شنو؟ يعني ترسم، تخطط، مخطط. هذا المخطط حول شنو؟ حول هذا الرسم، يعني هذا Fourier series مطابق corresponding. هذا الرسم يكون شنو؟ corresponding to the square wave، إلى الموجة المربعية. يعني شنو الموجة المربعية؟ أو شنو يقصد به هنا corresponding to the square wave؟ هنا يقصد به تحليل إشارة الفورير سيريز. هذا المثال راح يوضح شلون راح نحلل هذا السيجنال، شلون راح نحلل صيغة او عن طريق السكتش، عن طريق رسم هذه السيجنال او رسم هذه الفورير سيريز. هنا تذكرون هذا المثال، اول مثال اخذناه، هذا مثال تقريبا مشابه جدا، الفرق فقط بالارقام، نفس السيجنال اللي اخذناها بالمثال الاول. هنا فقط الاي هو منطينيها 20 زائدا هنا عندي 0 و1 و2، الارقام منطيني ارقام. طيب حسب هذا المثال، يعني راح اخذ الطلاب بصورة سريعة واغلب الحل راح اعوفه عليكم، لانه هو مثال جدا بسيط اخذناه بالمحاضرات السابقة، واعتقد اكثريتكم حاليا تقدرون تحلوا هذا المثال، حتى ما يعني ما نضيع الوقت وما ناخذ وقت. تعرفون انتم المثال واحد اللي نبدي نحله بالفورير سيريز ياخذ وقت جدا طويل، لانه يعني لا يقل عن نصف ساعة إلى 3/4 ساعة إلى 45 دقيقة، فهذا الشيء يعني راح ياخذ وقت طويل، والمقطع الفيديو راح يصير وقته ممل، يعني خصوصا لبعض الطلبة اللي هي أصلا عندهم هذا المواضيع صارت سهلة لأنه عندنا هواي وأكثريتكم حليته. فإحنا يعني راح أكثر الحل راح أوفى عليكم طلاب. طيب هذا السؤال هذا سيجنال أخذناه، هنا عندي الـ A 20، يعني هنا 20 هنا ماينس 20. وهذا السؤال الـ T جيت الـ T نوت أو الـ periodic time. الـ periodic time هنا 2، شوف هنا 0 لـ 1 من 1 لـ 2، إذن صار عندي الـ periodic time 2، الـ A هو منطيني إياها 20. نفس الشيء هذا السيجنال هي odd low even odd، تذكرون، وإذا هذا السيجنال odd إذن أنا عندي A نوت 0 و AN 0. طيب هذه الحالة احنا نمشي بالحالة، هنا أي نوت 0 و AN 0، يبقى عندي فقط شنو؟ البي ان. البي ان هنا انا عندي 2 على شنو؟ على 2. ليش؟ لان تي هسه حسبناها 2، اذا 2 على 2 1، يبقى الاكس اوف تي، الاكس اوف تي ساين ان اوميجا تي. الاكس اوف تي راحش عندك تكاملين، تكامل هنا من الصفر من الصفر للواحد، ايش قد قيمته؟ 20. طيب ومن الواحد للاثنين ماينس 20. طلاب هذه عليكم بعد، هذه عليكم اللي هو نص او احسبها هوم وورك، من الصفر للواحد 20 ومن الواحد للاثنين ماينس 20، فعندك راح يكون تكاملين، حتى ابسطها لك، راح يكون عندك تكاملين، هذا التكامل
من الصفر للواحد ومن الواحد للاثنين. إذا التكامل الأول من الصفر، طبعا هذه اثنين على اثنين راح تروح، راح يصير عندي فقط التكامل من الواحد من الصفر للواحد 20 ساين ان اوميجا تي، تمام. التكامل الثاني زائد صفر العفو واحد للاثنين ماينس 20 ساين ان اوميجا تي. تكامل الاثنين مثل الطرق اللي اخذناها بالمحاضرات السابقه. طيب حتى ابسط لك بعد همين ال 20، ال 20 تخرجها خارج التكامل، يعني اذا كانت ماينس 20 او 20 تخرجها خارج التكامل اللي عندك، وتبدي ايش عندك؟ يبقى لك فقط ساين ان اوميجا تي. ساين ان اوميجا تي يعني من الصفر للواحد للاثنين وكذلك من الواحد للاثنين. هذا طلاب عليكم، حاول ان تحل السؤال، تحاول تحل هذه التكامل. يبقى عندك شنو؟ يبقى عندك الناتج النهائي لهذه الخطوة، الناتج النهائي اللي هو شنو؟ الناتج النهائي 80 على n باي ساين n اوميجا تي. الناتج لازم يطلع عندك من تكمل ال bn، من تكمل هذه ال bn تكمل حلها، الناتج راح يكون عندك 80 على n باي ساين n اوميجا تي. 2 هذا لل bn راح يكون عندك طبعا ال n كذلك ال n لا تساوي even، ال n تساوي odd، لانه في حالة ال even ال bn يساوي صفر. راح تكتشف هذا الشيء من تبدي تحل، راح تكتشف هذا الشيء. طيب انا هسه رحت مباشرة انمل ال bn، ال an وال a node هن اصلا صفر، فباقيات شنو؟ باقي فقط ال bn. هنا من الواحد الى انفينيتي ابدي احلل الاشاره مالتي مثل ما تذكرون، 80 على ان باي. بالبدايه هذه الان شنو؟ واحد. طيب بعدين شنو؟ ثلاثه. قلنا احنا الان لا تساوي ايفن، فقط اود، لانه اذا ايفن راح يساوي شنو؟ البي ان صفر. فاحنا استخدمنا فقط الاود، فقط الاعداد الفردي. ف80 على باي ساين اوميجا تي، ليش مو n؟ لانه الان واحد. هنا زائد 80 على 3 باي ساين 3 اوميجا تي، 80 على 5 باي ان ساين 5 اوميجا تي، وتكمل. طيب كمل، قلت لك كم مثل ما ذكرت لكم 3 و4. بهذه الحاله هسه هو احنا كملنا حل بالفورير سيريز، حاليا احنا مكملين حل بالفورير سيريز. طيب شنو اللي يريده من يمنا هو؟ اليوم هسه بهذه الخطوة الفقرة ضفناها الجديدة، يريد corresponding square wave. طيب شنو يعني؟ قلنا تحلل هذا السيجما، شلون نحللها؟ هسه اجيب لك شلون نحلل. 80 على باي قسمها ايش قد تصير عندك؟ يعني مثلا هنا أنا شو يريد منك؟ 80 تقسيم باي، تقسيم باي اللي هي الباي ايش قد؟ 3.14، راح يساوي عندك 25.477 تقريبا، يعني تقريبا هذه الصيغة، يعني صار عندي رقم. طيب 80 على 3 باي كذلك راح يظهر عندك 80 على 5 باي. 80 يعني اريد الرقم النهائي لهذه السكوير، العفو لهذه المعادله. طيب 80 على باي تقريبا راح تصير 25.464. ليش مو 0.477 مثل ما ظهرت؟ لانه الباي هنا هي قيمتها مو 3.14، وإنما بيها بعد أعداد يعني، فراح تصير عندك تقريبا القيمة لهذا بهالشكل، يعني 25.464. طيب 80 على 3 باي
8.4882 80 على 5 باي 5.09 إلى آخره، 80 على 7 باي كذلك هذه القيمة 3.6378 اللي هو الساين، نزل الساين واللي بعدها مثل ما هو. طيب هسه احنا هنا هذه الخطوة واضحة اللي هو ما سويت شيء، فقط يعني كملت القيم اللي موجودة قبل الساين، فقط كملت القيم اللي موجودة، يعني 80 على باي هذه قيمة 3 باي و 5 باي و 8 على 7 باي. طيب بعد أن انتهيت من هذا الشيء أنا هسه أريد أستخرج الفريكوانسي، تردد. تردد إيش قد عندي هنا؟ التردد هنا هنا ما عندي فريكوانسي، أنا شو عندي هنا؟ periodic time، time وكرر. هنا أنا إيش قد قيمته بهذا السؤال؟ أخذناه بداية السؤال. قيمة التي نوت تساوي 2. طيب باعتبار ان التي نوت تساوي 2 عندي قانون يقول الفريكوانسي يساوي 1 على التي نوت او 1 على الوقت المكرر. بهذه الحالة راح يكون عندي التي احنا قلنا 2، فاذا الفريكوانسي 1 على تي اذا يساوي 1 على 2 او نصف هرتز، نصف هرتز 0.5 هرتز، 1 على 2 هرتز او 0.5 هرتز. طيب اول رقم عندي 25.4. هنا ايش قد كانت قيمة الان؟ 1. هنا 1 ارجع لي شوية لورا، هنا 8 على باي ساين شنو؟ 1. هنا باي هنا الان ايش قد قيمتها؟ 1. طيب بهذه الحالة 25.464 الفريكونسي يساوي 0.5 هرتز، 0.5 هرتز نفسه ما تغير عندي، يعني 1 اف. طيب اللي بعده 8.4882 هذه القيمة ايش قد كانت قيمة الان؟ 3، 80 على 3 باي. هنا قلنا الان تتكرر 1 3 5 فقط ايفن، اي فقط اود العفو. طيب 1 على تي يساوي 1 على 2 0.5 هرتز، هنا الفريكونسي ايش قد راح يكون؟ 3 اف. الاف ايش قد؟ 0.5، 3 في 0.5 يساوي 1.5 هرتز. طيب اللي بعده 8 5 بوينت هذا القيمة، هذا القيمة ايش قد كانت الان عندي؟ هذا عندي كانت 7، العفو جد 8 5، قيمة الان هنا 5، فاذا 5 في فريكونسي، 5 في 0.5 هرتز، هنا 2.5 هرتز. اخر شيء عندي اللي هي 3.6، ايش قد هنا؟ عندي 7 قيمة الان، فاذا 7 في اف، 7 في 0.5 3.5 هرتز. طيب صارت عندي قيمة الهرتز تبدي 5 0.5 1.5 2.5 3.5 هرتز. طيب 25.4 أبدي أرسم، يعني هذا عندي أبدي أرسم مخطط السكيتش. هنا أنا أول قيمة جد عندي يقول 25، أروح للخمسة وعشرين، هذا الخمسة وعشرين أرسم يعني 1 2 3 4 5 أوصل للعشرة 15 20. طيب إلى أن هو شو يقول؟ 25.4، إذا 25 وأصعد شوية حد ما يعني يبين عندي كأنه 1.4. هنا قيمة الجيد 0.5، هاي حالة شنو؟ في حالة الان تساوي 1، يعني أول خطوة في حالة الان أول شيء. طيب بعدها الفريكونسي ايش قد؟ 1.2، 1.5 الاف اللي هو في حالة ايش قد؟ 8000، العفو 8.4882، 8
وين الثمانية؟ هذه العشرة. طيب يعني إذا أقل، أنا تقريبا هذه ثمانية، جد 1.5، 1.5. طيب اللي بعدها 5.09، 5. هذا 5.09. إيش قد قيمة الفريكونسي؟ 2.95. وآخر شيء يبقى عندك 3.5. أنت حتى تسهل، حتى تسهل الحل، أول ما تبدي هو يبدي بالنصف، تمام؟ يبدي 0.5، تبدي ب0.5، بعدين تكتب 1، بعدين 1.5، بعدين 2، بعدين 2.5، بعدين 3، بعدين 3.5. أول حد عن 3.5، وهنا طبعا حتز. كذلك إنه أنت تبدي هم من 25,000، وبعدين تبدي تقلل الثمان، تبغى إنما تبدي يعني تخطط 25,000 وأسفل، الآن توصل آخر شيء للصفر. طيب في حالة 0.5 إيش عندي؟ 25. في حالة ال 1.5، 1.5 8.4. طيب في حالة 2.5، 5، هذا 5، 5.09. في حالة 3.5، 3. يعني أقل من 5. هذا إخوان، هذا هو الويف فورم. من يقول لك corresponding waveform بهذا الصيغة، راح نأخذ مثال ثاني على السريع. عندك هذا المثال شو يقول؟ يقول أريد منك find and sketch the trigonometric for a series corresponding to the signal shown in the video. نفس المثال الثاني اللي أخذناه، ولكن هنا منطين قيمة الـ A تساوي 10. طيب هذه 10، تذكرون بالمثال السابق كان هذا 1 وهنا 1، تمام طلاب؟ طيب هسه أنا هسه قبل لا أبدأ أحل وكذا، المفروض تعرفون قيمة الـ T، العفو قيمة الـ X of T هنا ايش قد؟ هنا ايش قد؟ المثال السابق اللي أخذناه ايش قد كان قيمة الـ X of T؟ كان قيمة الـ X of T T، استخرجناها ليش؟ هنا كان 1 وهنا كان 1، قسمناها صارت 1. طيب طبعا المثال اللي السابق اللي أقصد عليه هو هذه المحاضرة، بالمحاضرة السابقة نفذها، نفس هذا الرسم كان بالضبط، او نفس هذا السيجنال بالضبط، ولكن الارقام تختلف. طيب هسه هنا عندي هنا 10، اذا 10 وهذا 2، هنا ايش راح يصير عندك ال x of t؟ ال x of t هذه ايش قد راح تصير القيمه مالتها؟ هذا طلاب شوي افكر ثواني، هذه هنا 10 هنا 2. طيب dx of t على شنو؟ على dt. dx of t هنا ايش قد؟ 10، على dt 5، عفوا 2. اذا 10 على 2 5، اذا ال x of t ايش راح يساوي؟ راح يساوي 5t. اذا هنا 5t، ال dx of t على dt 10، هذه 10 على 2 يساوي ايش قد؟ يساوي 5. اذا الدي اكس اوف تي شو يساوي؟ 5 دي تي. اذا الاكس اوف تي يساوي 5 تي. ما لك علاقه بهذا الحكي، ونفس اللي يحاول يشرح لك اياه بهذه الصيغه، ولكن يعني حتى اسهل لك ثاني، اكس اوف تي يساوي 5 تي. طيب وهذا الرسم اللي موجود عندي لا هو قلنا لا هو اود ولا هو ايفن، جنرال سيجنال. طيب بهذه الصيغه راح نكتب القوانين مثل ما تذكرون، الاي نوت تساوي 1 على تي، تي طبعا قبل لا اكمل تي ناش قد؟ تي 2، من الصفر للاثنين 2. طيب هنا 2، اذا 1 على شنو؟ على 2، تكامل من الصفر للاثنين، الاكس اوف تي ايش قد؟ 5 تي، الاكس اوف تي 5 تي. هذه الخمسة، هذا الرقم ترجع خارج التكامل، فهنا 5 على 2، التي شو تساوي؟ تي تربيع على 2، تذكرون نفس التكامل نفس الطريقة، من الصفر إلى 2
راح يساوي عندك 5 على 2 هذه خارج القوس، وهنا الاثنين تربيع ايش قد؟ 4 على 2، وهنا في حالة الصفر هي راح تصير ناقص صفر فوق عبورها. طلاب هذه تبدأ تحلها بيدك سهلة، بس تراجع تقرأ المحافظات تقرأ الأمثلة السابقة أو تعيد الفيديوهات راح تبدأ تعرف شلون الخطوات جدا بسيطة. تي تربيع هنا 4 على 2، وبهذه الصيغة راح تكون عندك شنو؟ 4 على 2 2، 5 على 2 في 2 راح يساوي عندك هذا 2 و2 يبقى عندك 5. إذن قيمة الأي نوت 5. طيب الأي إن، الأي إن 2 على تي، 2 على تي، إذن 2 على 2 هذه راحت، هذا 2 وهذا 2. طيب من الصفر لمن؟ للاثنين. الأكس أوف تي جد 5 تي، الأكس أوف تي 5 تي كوساين أن أوميجا تي. الخمسة تروح خارج القوس، خارج التكامل عفوا، راح يكون عندك تي كوساين أن أوميجا تي. تعرفون تكامل مال تي كوساين أن أوميجا تي، شرحناها بالمحاضرة وعدناه باللاب أكثر من مرة. تي كوساين أن أوميجا تي شو تساوي عندك؟ تساوي عندك تي ساين أن أوميجا تي على شنو؟ على أن أوميجا، زائد كوساين أن أوميجا تي على أن أوميجا تربيع. طيب هذا الخمسة مين اجت؟ هذه الخمسة اجت تي، هذه الخمسة مال تي اللي خرجت خارج التكامل. طيب هنا الان اوميجا نفس العمليه، الان اوميجا تخرج خارج القوس، فرسن 5 على ان اوميجا نفس العمليه نفسها بالضبط اللي كانت بالمثال السابق، وصفر. بس هنا الفرق صفر الى 2. بالمحاضره السابقه كان عندنا المثال اللي نفس هذا السيجنال كان صفر الى 1. طيب هنا عندك نعوض مره 2 ومره 0. الاثنين شو تكون؟ تي تي 2 ساين ان 2 اوميجا، احتمال انها 2 مكان تي، زائد كوساين ان 2 اوميجا على ان، ناقص 0 0 زائد 1 على ان اوميجا. هنا 0 يروح فيصير ناقص 1 على ان اوميجا، وان اوميجا ان اوميجا نفس المقام، اذا يصير عندك ناقص 1، يعني كوساين ان 2 اوميجا ناقص 1 على ان اوميجا، الكل على ان اوميجا. طيب هنا نعوض التي، هنا الاوميجا شو تساوي؟ باي. ليش؟ لان يعني الاوميجا تقول 2 باي على تي، والتي عندي 2، في 2 و 2 شو يبقى عندك؟ يبقى عندك باي فقط، 2 باي على 2. طيب روح يبقى عندك باي. طيب نعوض باي بمكان شنو؟ بمكان الاوميجا، بمكان الاوميجا. فهنا عندك تقريبا بالضبط بالضبط يشبه اللي صار بال مثال بنفس السيجنال، نفس الشيء 2 ساين ان 2 باي على هذا. فراح يصير عندك هنا نعوض مرض 1 ونعوض 1 هنا كله راح يظهر صفر، فهنا صفر زائد كوساين ان 2 باي ناقص 1، هنا كله يظهر عندك 1، فواحد ناقص 1 شنو؟ صفر. هنا كله راح يظهر يصير عندك صفر لان الاي نوت صفر. روح على البي ان. طيب البي ان قوانين تعرف، قانون تعرفه مثل هذا 2 على 2 يروح هنا الاكس اوف تي 5 تي، الاكس اوف تي خمسة تي ساين ان اوميجا دي تي. طبعا هذه الخمسة تخرج خارج التكامل، قلنا اي قيمة ثابتة هنا تخرج خارج التكامل، فهنا الخمسة تخرج تكامل يبقى عندك فقط التي، تي ساين ان اوميجا تي. اخذناه بالضبط شنو القيم مال هذه التكامل تي ساين ان اوميجا تي. تي ساين ان اوميجا تي ايش راح تساوي عندك؟ تي ساين ان اوميجا تي تي ساين ان اوميجا تي راح يكون عندك يساوي، تذكرون اخذناها بالضبط قلنا بالمحاضره السابقه، ناقص تي كوساين ان اوميجا تي على ان اوميجا زائد ساين ان اوميجا تي على ان اوميجا تربيع. طيب نفس العمليه اللي اخذناها، ان اوميجا تخرج خارج التكامل تسهيل الحل اكثر، نبدل بيناتهم، هذه السالب تي كوساين ان اوميجا تصير هنا، وترجع بالبدايه تصير قبلها الساين ان اوميجا تي، يعني من اجل سلاسة بالحل.
الموجب يكون بداية وسالب بعدين. من التكامل الصفر للاثنين نبدأ نعوض اثنين، راح يكون عندك بهذا الصيغة اثنين مكان من مكان الان، العفو مكان التي، هنا اثنين كوساين وهنا نعوض صفر. ساين الصفر شنو؟ ساين الصفر صفر، فهنا صفر ناقص صفر صفر، فهذه تروح اصلا تلغي. فعندك هذه نعوضها ساين الاوميجا، الاوميجا تساوي باي، نعوض الباي هنا، راح يكون عندك الحل النهائي. هذا الشيء نفس الخطوات بالضبط، الحل يكون اللي هو بي ان يساوي ماينس 10 ان باي، ماينس 10 ان. هسه طلاب الاي ان الاي نوت العفو ايش قد كانت؟ كانت 5. البي الاي ان اصلا صفر تلغي ما موجوده، يبقى عندك فقط البي ان، البي ان اللي هي ناقص 10 ان باي 10، يعني ناقص 10 ان باي ساين ان اوميجا تي. هسه نبدا نعوض، نبدا نعوض مره، نعوض مكان الواحد مكان الان، بعدين نعوض اثنين ثلاثة أربعة وكذا كذلك. طيب هسه ناقص 10 على باي، ناقص 10 على باي 5، طبعا هنا حتى أسهل لك الحل صار شنو 5، بس أستخرج الماينس يعني صار يعني زائد ناقص، فإنما ناقص راح يصير، تعرف الموجب باي سالب سالب، فإذا 5 ناقص 10 باي ساين 2 باي اف تي، الى ان اخذ لي كم خطوه. طيب بهذه الصيغه انا هسه اسوي كالكوليشن ناتج، يعني 10 تقسيم باي ايش قد؟ 3.143، 3.143 ساين 2 باي اف تي، وهنا عندك نفس الشيء ناقص 2 5 على 2 باي هذه القيمة، وخمسة على ثلاثة باي هنا، وخمسة على أربعة باي، وخمسة على خمسة باي. الفريكونسي قد يساوي واحد على تي، التي قد اثنين، إذا خمسة بالعشرة 0.5 هرتز، 0.5 هرتز. طيب هنا أبدي من هذا الرقم اللي هو قد كان أول رقم، العفو هنا 3.143، 3.143 طبعا قيمة الـ A نوت ما أخذها يعني، أو تأخذها بصفر، الفريكونسي صفر يساوي، إذا أبدي 3.183، 3.183 إيش قد كانت عندي الفريكونسي؟ الفريكونسي 0.5 لأن واحد F والF هي 0.5، فإذا 0.5. بعدين هسه اروح على اليمين على الاثنين اف او اثنين فريكونسي اللي هي جد اثنين فريكونسي واحد، ليش؟ يعني اثنين في خمسة بوينت عشرة يساوي واحد، اذا اثنين شنو قيمته هذه؟ 1.591. واروح اكمله للنهاية لحد ما يوصل عندي هذا القيم اللي هو 1.061، وبهذا الصيغة 5 فريكونسي اخر شيء 2.5، 2.5. هسه راح تعرفون شلون المفروض تبدي تعرف شلون. اول اعلى قيمة عندي 3.1، 3 طبعا هنا 3 كمل 4 5 لحد ما اوصل فت قيم يعني منطقية، بعدين 1 هنا 0.7 0.6. طيب في حالة دي 3 الاف ايش قد؟ ها طبعا خليني ارسمها، خليني ارسم الفريكونسيات، الفريكونسيات تبدي 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5، طبعا ذني ما راح استفاد منهن، ولكن يعني قلت لك حتى يكمل عندك السكتش. طيب 3.0.5 ايش قد؟ 3.1، 3 وشوية عليها فوق 3. طيب هنا أنا عندي اثنين واحد هرتز، هذا الواحد ايش قد بالواحد هرتز؟ زاوية 1.5، هذا الواحد وللنصف، اذا هذا للنصف
كذلك الإنسان هذا السكيتش إلى آخر شيء، لأني عندي أسوي خمس خطوات. هذا يسموه الفريكونسي دومين. أرجو أن يكون واضح طلاب، وإن شاء الله كذلك راح أعيد بعض الخطوات بصورة سريعة بالمحاضرات اللي ناخذها نظرية باللاب. طبعا يعني خلي عن المحاضرة الجاية، نفكر تعطيكم هوم وورك بس خليها عن المحاضرة الجاية، لأن أنتم أصلا عندكم هوم وورك ولحد الآن ما مستنينكم. فإن شاء الله نشوفكم المحاضرة الجاية. شكرا جزيلا.